دائما اروح للتمرين ركض وبرجعه لقي سياره دعمتها حمامه، حمامه دمعتها سياره اخذتها وياي للبيت. طبعا بقيت 45 دقيقه هيك شايلها واركض بيها، خطيه زين ما ماتت، خطيه شوفها شلون لازمه ايدي. وصلت للبيت بعدها عايشه، اجى سعدون عباله دجاجه يريد ياكلها، حضرت لها القفص بس خفت عليها من سعدون. خطيه جبت لها مي كانت حيل عشطانه. ثاني يوم الصبح نزلت اشوفها حتى اطمئن على احوال رعيه، والحمد لله كانت كل الزينه وعيونها كبار. بلدلتها مي بلدلتلها مي وطلعتها برا، شلونكم زينين؟ صعدتها لغرفتي لان لقيت سعدون هاجم عليها، وكلتها تمن حتى تصير حمامه مو الكرش. ثالث يوم طيرتها بغرفتي اسوي لها تجارب الاداء خاف ما تطير، وهيج الحمامه الحمد لله صارت ام كرش، راح اوكلها السعدون. لا شاق وياكم راح اطبخها. انقهرت عليها وبجيت من طيرتها وسويت عزاء، وثاني يوم تجيني للبيت.